وللحديث عن جهود كافة القطاعات للتعامل مع آثار الحالة الجوية ينضم إلينا من المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة الزميل يعقوب بن يوسف البلوشي. يعقوب، بعد الترحيب بك، ما زالت الجهود متواصلة للتعامل مع الحالة الجوية من قبل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات واللجان الفرعية كذلك بالمحافظات، فهل من جديد لتطلعنا عليه؟ نعم أحمد، تحية لك. مع تقدم الوقت أحمد تتواصل أو تتسع الرقعة المطرية التي تتأثر بها الأجزاء أو المحافظات الشمالية من سلطنة عمان. في هذه اللحظات تشهد أجزاء من محافظة مسقط هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، أسوة بمحافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية والظاهرة وكذلك البريمي. وتتواصل أو تتفاعل مع كل ذلك الجهات المختصة في التعامل مع تلك التطورات، ومنها المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، والذي يواصل بدوره التواصل وكذلك التنسيق لكل الجهود المتعلقة حول تأثير الحالة المطرية. وللحديث أكثر عن تفاصيل كل هذه العمليات ينضم إلينا المقدم محمد بن سالم الهشام بن سلام الهشامي من المركز الإعلامي المشترك بالمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة. مقدم، أهلا بك، ومباشرة لو تطلعنا على أبرز المستجدات حول تأثير الحالة. نعم طبعا، المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة يتابع المستجدات الأخيرة التي طرأت من السحب الركامية المصاحبة لهذا الأخدود. في الساعات الماضية تأثرت محافظة البريمي، محافظة شمال الباطنة، محافظة جنوب الباطنة وكذلك محافظة الظاهرة وبعض أجزاء من ولايات محافظة مسقط بهذه الأمطار. تفاوتت هذه الأمطار بين الغزيرة إلى شديدة الغزارة في بعض المحافظات، إلا أنه طبعا لله الحمد لم تكن هنالك أي خسائر أو فقدان في الأرواح خلال الساعات الماضية، وهذا ما يهم في هذا الجانب خلال الساعات المنصرمة. طبعا شهدت هذه المحافظات أيضا جريان الشعاب والأودية التي بدورها أيضا أدت إلى انقطاع الحركة المرورية في هذه المحافظات التي شهدت أيضا هطول الأمطار. ماذا عن بلاغات أو وردت بلاغات للمركز مثلا؟ نعم طبعا، هنالك عدة بلاغات تعاملت معها هيئة الدفاع المدني والإسعاف وكذلك اللجان الفرعية في هذه المحافظات المتأثرة. تم التعامل مع 9 بلاغات لاحتجاز أشخاص في مركباتهم خلال الساعات الماضية. طبعا تم التعامل مع كل هذه البلاغات التي تم الإعلان عنها أيضا في سالف الوقت. جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم أيضا هم بصحة جيدة، وكذلك هنالك ربما بعض المقتضيات القانونية التي تطبق على بعضهم لكونهم أيضا جازفوا بأنفسهم بالعبور في الأودية، وكذلك عرضوا أنفسهم والآخرين ممن أيضا يقوم بإنقاذهم للخطر. ودائما ما ننصح يعني الأخوة سائقي المركبات بعدم المجازفة بعبور الأودية في مثل هكذا حالات لكون مناسيب المياه في ارتفاع. الأمطار أيضا لا زالت مستمرة في الهطول، من الوارد في الساعات القادمة كذلك ازدياد منسوب جريان الأودية من جراء هطول الأمطار خلال الساعات القادمة كذلك. ماذا عن دور المركز الإعلامي المشترك في نشر التوعية وكذلك إيصال رسائل خاصة بالتأثيرات المتوقعة جراء السيول والأمطار الغزيرة؟ طبعا المركز الإعلامي المشترك هنا يدير أيضا العملية الإعلامية التي من خلالها يتم نشر التوعية في المقام الأول بكافة المعطيات التي تندرج تحت هذا الأخدود، وهنالك أيضا نشر موسع لكافة الأعمال التي تقوم بها القطاعات التي تنضوي تحت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. أيضا يتم توثيق كافة الجهود التي تقوم بها أيضا اللجان الفرعية للجنة الرئيسية في إدارة هذه الحالة. طبعا دور هذا المركز كبير في نشر التوعية في تثقيف المجتمع، وهذا ما يعني ينشد من هكذا مراكز إعلامية لإعطاء الكلمة الصحيحة والمعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية كذلك.
نعم، صدرت بيانات قبل قليل من مؤسسات مختصة بتعطيل العمل، سواء كان جامعات وكذلك مدارس ومحافظات أخرى لم يصدر فيها أو لم يشملها. هل معنى ذلك أن هناك حال من الاطمئنان بسير الوضع بشكل طبيعي، أو ينبغي أن نستأخذ حذرها دائما من توقع أمطار وغزارة في السيول الجارية؟ نعم، طبعا هنالك تقديرات يعني لكافة الجهات الحكومية وبالأخص المؤسسات التعليمية سواء كانت الجامعية أو غير ذلك في تقدير الوضع. طبعا حسب ما يبث من إنذارات وتنبيهات أيضا من المركز الوطني يعني المخاطر المتعددة، وبالتالي يعني ارتأت بعض المؤسسات التعليمية بتعليق الدراسة يوم غد بإذن الله تعالى. هنالك أيضا بعض المؤسسات الأخرى من تراقب هذه الحالة، وكلفت أيضا المحافظات والمديريات المختصة بالتعليم في المحافظات المختلفة بمراقبة الحالة وأيضا تعطيل الدراسة وقت ما اقتضت الحاجة لذلك. وطبعا هنالك مؤشرات ربما في قادم الوقت بأن تكون هنالك غزارة للأمطار، وبالتالي هذه الجهات أيضا تقيم هذه الحالة، وإذا ما كانت هنالك من ضرورة أو داعي لـ يعني إيقاف التعليم أو المدارس في الوقت القادم بإذن الله تعالى ستصدر أيضا بعض هذه التصريحات من خلال هذه الجهات المعنية. نعم، تكررت بالأمس وكذلك في الحالة المطرية السابقة وقوع بعض الحوادث جراء المجازفة بعبور الأودية في أوقات يعني صدرت تصريحات بعدم العبور ورسالة تودون إيصالها للمقيمين للمواطنين حول ذلك. نعم، طبعا في المقام الأول الإنسان مسؤول مسؤولية تامة على الحفاظ على نفسه وممتلكاته في المقام الأول، وكذلك بالمحافظة على من يكون تحت مسؤوليته في مثل هكذا حالات. وطبعا مثل ما شاهدنا ومثل ما تم نشره أيضا من احتجازات والبلاغات التي أيضا تكررت من يوم أمس وحتى اليوم، وما يقرب 24 بلاغ حقيقة من يوم أمس حتى الآن تم التعامل معها، وهنالك أيضا لا زالت بعض البلاغات التي ترد في هذا الوقت ويتم التعامل أيضا معها من قبل الجهات ذات الاختصاص. على الإنسان أن يكون واعي بقدر كاف بحيث أنه لا يجازف بعبور الأودية. الأفضل له أن يبقى بمنأى بنفسه وبمن معه في المركبة يعني حتى تنخفض مناسيب المياه في مجاري الأودية، لا يعرض نفسه، لا يعرض أيضا الآخرين. كما تعلمون أنه من يقوم بعمليات الإنقاذ هم أيضا بشر، ربما تكون لديهم المعينات نعم، ولكن في الأخير أيضا لا يتكهن يعني قوة انجراف المياه في بطون الأودية، وهذا أيضا يسبب قلق لفرق الإنقاذ التي تتوجه لإنقاذ مثل هؤلاء الأشخاص الذين يخاطرون ويجازفون بأنفسهم في عبور الأودية. في الحذر دائما السلامة. شكرا لكم وشكرا لجهودكم ولجهود كل الفرق العاملة في متابعة تطور وتأثيرات الحالة المطرية. شكرا لك المقدم. بارك الله فيكم. إذن أحمد كان معنا، المقدم محمد بن سلام الهشامي من المركز الإعلامي المركزي لإدارة الحالات الطارئة، ورسالة التي ختم بها حديثه في أخذ الحيطة والحذر دائما وعدم المجازفة بعبور الأودية. شكرا لك زميلي يعقوب بن يوسف البلوشي ولضيفك الكريم.